هذا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحاجة دليلة معروفة في الحلويات القسنطينية التقليدية اللي مشهورة بها مدينة قسنطينة بالطبع. احنا في أواخر شهر رمضان تبدأ العائلة القسنطينية تحبر العيد، واش نديروا للعيد؟ السينية القسنطينية لازم تكون عروسة في العيد، السينية لازم تكون فيها مقروض سلطان السينية، لازم بقلاوة قسنطينية كل قادر ومقدور. احنا كي نقولوا مش لازم كل نديروهم، كاين الغريبية البيضاء لازم تحضر، غريبية البلابي، كاين بورك الرنة، المحنشة، التشارك، كاين العريان، وكاين المسكر، كل ما يذكر لسان حلويات قسنطينية لازم تكون مذكورة في يوم العيد. هو المقروض السيني أو مقروض غرس كيما نقولوا حنايا، سلطان السينية هو الأول اللي نبداو به. أنا قلت لكم شي الزبدة عرب نملحوها نحطوها تقعد 7 أيام، ومن بعد نحطوها الذوب نصفيوها نخدموا بها المقروض تاعها ولا أروع. المقروض كي يجي بالزبدة راه ما يتعاودش غير سلطانة. نبداو بالمقروض، نولي البقلاوة نسجيو لها حركها، الجوز نسهدوه نحيوه، اللوز نسجيو، العسل الحرة بالطبع، العسل بن عبد الرحمن لازمنا في البقلاوة تاعنا باش تكون كاملة مكملة من كل شيء. الغريبية تاني البيضة، غريبية البلابي نسجيو تاني، هادو نديرو في الصينية، بوراك الرنة لازم يكون جوز، نديروه بالجوز القسنطينة، وكاين اللي يديروه بالجوز، كل هذا باش يحب. كاينة المحمشة، كاينة الكبيرة، كاينة الصغيرة. احنا في العيد نديرو الصغيرة، خاصة العباد يجيو الوليدات، كل هذا كفاية ياكل بالحبة. عندنا ثاني التشارك، كاين مسكر، كاين العريان، كل ما تدخل سينية قسنطينة تبدا من السينية نحاس، تحط السينية ديك الصفرة. حوايجها تاني لازم يكونوا متبلين. احنا عندنا البهة تاعنا في العيد هي السينية القسنطينية. الحاجة تاني اللي تميز بها العائلة القسنطينية هي الغريبية البيضاء وغريبية البلابي، هادو زوج ما يروحوش خلاص من السينية، ما يخطوش السينية القسنطينية، سوا في فرح، سوا في عرس، سوا في طهور، كيما قلت طهور الولاد عندنا عرسنا، لازم في الختام لازم تكون تاني الغريبية هذه مشهورة. وعندي إقبال كبير على الغريبية البيضاء، اللي يجيبوا لي هي الغريبية البيضاء حاجة تفرقينا بيوم زمان، ما نحيوش تقاليد تاعنا. وبهذه المناسبة بمناسبة العيد نحيي الأمة الإسلامية ونقول لهم صحة عيدكم الكبير والصغير. العائلات القسنطينية اللي ما زلتوا تحافظوا على التراث القسنطيني نقول لهم صحة عيدكم، وما تنساوش العادات هذو، نبقاو بالعادات تاع قسنطينة، نبقاو بالمقعود، نبقاو بالبقلاوة، نبقاو بالسنيتة النحاس نصبر، نبقاو بالعادات والتقاليد. وكل عام والأمة الإسلامية حية إن شاء الله. ونتمنى يجي يشوفوا السينية هذه الجيل الصاعد يهزوا عليها. نعم، دونك بالحلوى التقليديه بالحلوى تحافظي سيدتي على الموروث فقط. هذا الموروث ما ننساهش، ومادا بيا نخليه للجيل الصاعد، ما نخليش الحلويات القسنطينيه نبقى فيها حتى لاخر عمر، حتى لاخر عمري وانا في حلويات قسنطينيه. ونتمنى العائلات القسنطينيه يبقاو تاني محافظين على العادات والتقاليد. احنا ما عاد يجيو من برا الناس يشيو سنيتا نحاس يقول لك عندنا نديرو كي قسنطينة، عندنا احنا تاني نحبو نتعلمو نديرو سينيتنا. وحنا نقول لهم مرحبا بكم، الجيل الصاعد يجيو يشوفوا ويهزوا هذه الصنعة العزيزة. وما ننساوش قناة الجزائرية عنوان، وصحة عيدكم، كل عام وانتم حيين وعام سعيد ان شاء الله. ومع الاخر ندير لكم هذه الحلويات القسنطينية كل مصنوعة من أيادي القسنطينية من يدين الحاجة دليلة.